السلام عليكم، شلون شباب؟ لكم مقطع جديد من لعبة راس. بس قبل نبدأ المقطع حاب اقول لكم احنا يوم اذا بت على الفيسبوك وروا تلقون الرابط بالوصف. وهذا المقطع عبارة عن قتال حتى الموت داخل اللعبة، وخير شيء عندنا ريد اسطوري كان بروفيت 100%. فما اطول اكثر عليكم، تركوا المقطع. اقول لك البس دروع الهاي كوالتي. ثالث الواحد زين، دير بالك قدامك واحد دد عافية. وين هذا الدروع؟ شكلك على 280. ارمي اي داخل ضربته مرة، ضربته مرة. جو ناس، جو ناس، صار هم يقير هاي كوالتي. هو لازم نغدر احنا. تعال يا اخي، يلا يلا. لا 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 لا، صاروخ سريع على ناريات. اربع خمس ضربات والله. اوكي عافية، دير بالك. ارجع اللي جت حسام ما جت. واحد صفك يم. وين؟ صح. انا 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 جيت فوقك. دير بالك كفرني، ضربته مرة. لا وقعني، دير بالك ورا كرة. كوني كوني على السريع بربك. تاتا بليك ايه؟ باصر ايه؟ انا خرانا عليهم كافي هسه بعدها. دريش طلع لنا لو شكو؟ انت هو مش؟ وفيت عليهم وين؟ حساب رايد كم واحد؟ عندهم رايد بيس ثلاثة، واحد ايه فهم رومش بتجديد يسوي رايد بيس؟ ديد شو كام روكت اجيب؟ كفروني 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 بس كفروني. راح اجيب باقة جتا في الوش. اشوف هذا بس اثنين احنا جينا للاول. عندي النايت بس طيب صار يقلب والله العظيم. شكو باصك الزمن سطح، الزمن سطح عليهم الزمن. وكرك 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 امروتك يا اخي امروتك. يلا اصعد اصعد. روح اسرع اسرع. الحالة اللي فيها هذا واحد عيوني
أنا ما استاهل روكيت؟ استاهل اثنين. فتح. السلام عليكم، شلون شباب؟ شو اسمه هذا؟ عطلهم دقيقة ومش بشارك الله. قلت لي هواي، حق الله. شرفك، أنت قتلت واحد، أنا واحد، هذا أنا. أخذ الخدمة، ما يغلى عليك. طيب. قلت له إنشاء مليان، طول، هاي طول مالته. واجد تعطب لي هنا تعال هنا تعال اوه ماي جاد واجد تعال شوف بعد بعد كريدول بعد روح شو صندوق اكل 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 وين صندوق روح شو صندوق تيس يا محفوظ الخير والبقى بعد 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 لك اكو صندوق ستون خلي كفته والله دقيقه خاف يوقع بيقع ونطيح بيه ايوه هي هاي طيب وين هذا جت الكارغو شو سويها بس هذول ايش قاعد يسوون بروحهم؟ وعن وسطو ترى ترى والله بدا ينعقل وهاي تو سوبر قام برضه اي ما شفت الصندوق قعدته؟ لا زين ذول شو وقت يجوي شو وقت دقوا هاي الكميه كلها؟ ما ادري وخر 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 واجد قدك وقت اطلع 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 خليني اخذ الستون الباقي شوف الميديك هنا وين جوا الريسيرش يشكوا بيه الشباب ومن حقهم انت شنو تعتبر؟ ما افتح الباب افتح الباب لا الباب ما يفيدني يلا افتحه ما عندك دقيقه قبل الكسر ليفل 2 خلي اخذ شو اسمه يا ربي وش هالحاله اللي انا فيها لو تجثل هذا حبي حطها بالصندوق هذول يلا وين هذا اسكا بس قول اجابه يا عمي يلا سبع اخر عندي جرنيت ايه ضربه آه وجه هل هذا سليبر الي لا الو هذا عربي هذا شنو قز الله هذا الي هذا الي هذا قز الله ايش قذفه هذا يلا وخر روح اعطيها راكت روح لو ضرب مال كم بار او تالتات شضربه الباب 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 الدبل ما اجيبه ما اجيبه جيبه يو كان دو ات وخر ايه دقيقه ده ما يحتاج هجوم ما يحتاج والله الكاميرا لا هذا الفرنس او ماي جاد ما يخالف ايش فيك نشوف ماكو اوكي وخر طيب واحد بالزاويه بدون زحمة عليك اي والله بالزاوية عيوني تضرب بعد الغلوب كفر لي البعض طلع حبي يا اخي ما طلع عدل يا خرب وانا خرب بعد واحد بعد واحد يو 13 شكو نحن؟ لا نحن زاد 10 يا خوش هالحالة اللي انا فيها عربين على شنو لوت وخر طوب او شنو سيمي او شوف او جيني او ترى فين حبايبي زين تيسي وين انا عم تيسي وش وين يدوك اخر ركض ترى اوكي ما في مالك شو شوف لا دقيقة هاي تيسي او ماتش ها وين اضرب قلت دقيقة لا هاي صعدة فوق جوز لا تيسي تيسي وين يا هي؟ هي هاي الداخلية قلت عليها والله؟ ايوه لا كهرباء اضرب الثاني بسرعة ما عندي شم طلعت عليك عندي ستاك كافية يا 40 طلقة جات الباب 64 طلقة عادي ما عندك جرانيت؟ لا خلصت يا خوش هالحالة دق دقيقة كملها اخذ هنا وروح كرفة الناتيسي وسد عليها يلا روح اخذ على السريع ليش سد علينا؟ سد علينا سوي قرفة انا نقدر ندخل ونطلع ها كرفت لي ابواب ها كرفت لي بابين دو او كودينج
ترى الوضعيه ما اعرف ليش يقون ذولا لو جيسهم جايبين ومنطينا لوت حاطين باب بيتنا شلون عالم بالله ما تستحق لا تشوف البيت بيت مدحوس دحس واجد ما ايش قد بقى عندك طلاق عندي 95 ذب اللوت كل اللي عندك ما عندي بس اي كمان تحت تنكسر طيب. تفلو تنكسر طيب طلاق انا عمري اخذ تعال يلا دقيقة او مش دقيقة حط الابواب تيس وين نخليه؟ حط وين ما تريد نفس المكان مالته بس كفت لي باب باب التريد؟ اها التيسي باب ما عندي مال باب حاطك تعال كلنا وايد خل هسه بيرد على كفت والات؟ عارف قلت ما عنده ريبير بنش؟ صلح ليك لا ما تحتاج خلاص انا عندي هيك عندي السلم تعال يا واجد لا زحمة عليك يا اخي وش هالحالة اللي انا فيها واجد انا اريد نروح ننام وما يجون نعيش ليش؟ ضربونا فيديو ترى بعقلنا بس ايش نسوي؟ تعال وياي ترى ما عندي سلاح اقول لك سلاحي خرا هاك هاسمي او دقيقة طي لي كيماتك هاك هذا لي كيماته احرمي بالسمي اي سلي طي لي كيماتك تعال احرمي بطلق يعني